النهاردة كلامنا عن القضية الفلسطينية زي ما مي قالت لسه مستمر، واللي بيحصل فيها لإخواتنا في غزة وفي فلسطين يعني إبادة جماعية وحاجات صعبة جدا ومشاهد مؤسفة ومؤلمة على إيد الجيش الإسرائيلي الخسيس، اللي احنا فعلا مش عارفين آخرة الموضوع ده يعني إيه اللي هيحصل بعد كده. لازم نلقي الضوء بقى في حتة مهمة جدا عن دور مصر ودور الدولة المصرية اللي بتعمله مع فلسطين. بتبذل جهود كبيرة جدا 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 من خلال طبعا مساعدات عبر معبر رفح والمساعدات اللي بيقدموها واستقبال الجرحى ومعالجتهم في مستشفى العريش، وحاول بنحاول ان احنا نوجد الدولة طبعا بتحاول تشوف حلول دبلوماسية مع العالم كله عشان نوقف الضرب والقصف. حقيقة احنا كلنا بنشوف مشاهد ما بنقدرش نكمل يومنا الطبيعي، فدي حاجة بتبقى صعبة جدا جدا. والنهاردة بنحاول نتكلم عن دور مصر ان هي ازاي بتساعد الاخوات اخواتنا في فلسطين ودعمهم بشكل كبير جدا. مش بنتكلم بس كمان عن الدولة، عننا كاعلاميين او فنانين او اي حد صاحب محتوى يحاول ان هو يدعم. اعتقد هو دور كل واحد فينا يا مروة، ان كل واحد فينا ليه دور فلسطينيين. حتى لو دور صغير، يعني احنا دورنا كاعلاميات ان احنا دورنا بسيط، ان احنا بنحاول نوصل الصوت للعالم العربي والغربي. المؤثرين بقى على السوشيال ميديا اللي هم البلوجرز والانفلونسر ليهم دور مهم جدا جدا جدا، لان صوتهم بيوصل. صوتهم بيوصل، عايز اقول لك ان هم بيبقى عندهم فولورز كتير جدا واجانب كمان، يعني في ناس بنشوف هم واصلين لبره اكتر لان هم بقوا منتشرين بشكل كبير جدا. والسوشيال ميديا دلوقتي بقت حاجه زي الطلقه كده، زي الصاروخ، بتوصل للعالم كله. فطبعا احنا من خلال برنامج هو وانا بنحاول نقول لكل المؤثرين او اصحاب المحتوى اللي عندهم صفحات فيها فولورز كتير يعملوا ان شاء الله فيديو بسيط، دعم بسيط لاخواتنا في فلسطين. فده متهيألي وحقيقي ان كل واحد بيدعم بطريقته. وانا شايفه كمان ان القوه الناعمه هنا في مصر يعني ليها توظيف كبير قوي في دعم القضيه الفلسطينيه هنا.